السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا استمتعتم باجواء العيد. كيقول المثل وافق الشنون طبقه. هذا المثل عليه قصه، وقصه زوينه بزاف، وهي اللي غنحكي لكم اليوم. تابعوا معايا. كانت شن واحد الشخص ذكي بزاف، وما كانوش الناس كيفهموا دغيا لا في افكاره او الحكم ديالو، وقرر يتزوج. ولكن شكون هادي اللي غادا تفهمو؟ وقرر يسافر في ارض الله ويقلب عليها هلا وعسى يلقاها. وهو غادي في الطريق تلاقى مع واحد الرجل حتى هو غادي مسافر في نفس الطريق، وركبوا معه. وهما غادين سول شن الرجل: تركبني ولا ركبك؟ ها اش هاد السؤال غريب؟ انا راكب وانت راكب ولا لا؟ ها هو شن بدا وسكت عليه وكملوا الطريق حتى وصلوا لواحد القرية وبان ليهم واحد الزرع محصود. وهو يسولو تاني: ما عرفت هاد الزرع تكال ولا لا؟ تمالك غبي، كتشوف الزرع محصود ومازال كتسول واش تكال ولا مازال؟ وسكت عليه الشن عاود تاني وما جاوبوش. وهما غادين دازوا على واحد الجنازة، وعاود شن سول الراجل: ما عرفت هاد صاحب الجنازة حي ولا ميت؟ شتي انا عمرني شت شي جاهل بحالك، واش كتشوف الجنازة ومازال كتسول على السيد واش حي ولا ميت؟ والعجاب هذا. كون زاد معاه شوية كون حمق مسكي. ولكن لحسن الحظ وصل الرجل لدارو، وكان شن باغي يكمل طريقه، ولكن الراجل حلف عليه حتى يضايفو ويرتاح شوية عادي يمشي في حاله. على سلامتك ابويا. الله يسلمك يا بنت. جمعك شي حد؟ حمقني ودوخني وفقصت. مالو اشنو دارلك؟ ركبت معها للا على الحمار، يلا هدينا غادين هاو سولني واش تركبني ولا نركبك. ودزنا على زرع محصود عاود سولني واش زرع تكال ولا لا. وشنو تاني؟ وهادي باش هاب ليا التمام، دزنانا لا على جنازة هاو سولني واش مولاها حي ولا ميت؟ واش هذا ما يخرش لك العقل؟ هذا ما هو بجاهل ابويا، هذا صاحب الحكمة والعقل. هو كيفاش؟ من اللي قال لك تركبني ولا نركبك كان كيقصد تحكي ليا ولا نحكي ليك باش تنسيو الطريق زعما. أه؟ ومن اللي سولك على الزرع المحصود واش تكال ولا لا، زعما واش ماليه باعوه وكالو فلوسو ولا مازال؟ ايوا والجنازة. من اللي سولك واش مولاها حي ولا ميت كيقصد واش خلى شي صدقة جارية اللي ترحم عليه من وراه. هناش مرحبا، وعندك يسحب لك راسك رانا ما كنفهمش ملي كنتي تسولني دوك الأسئلة وحنا جايين في الطريق. حاشا، ايوا يلا جاوبني عليهم. وبدا الراجل وهو متحمس كيجاوب على كاع دوك الأسئلة، وشن غير كيحرك فراسو ويضحك وخلى حتى سالة وسولو: دابا جيني غير الصراحة وقول لي شكون اللي وراك هاد الأجوبة. الصراحة الصراحة أنا. ها بنتي طبق. وهي على من كنقلب. مبروك عليك. وتزوج شن بطبقة وداها معاه لدارو قبيلته، وملي شافوا الناس انها حتى هي ذكيه بحاله تما فين قالوا عليهم المثل المشهور وافق الشن طبقه. كنتمنى تكون عجباتكم هذه القصه، وكنتمنى كل طبقه فيكم تلقى الشن ديالها، وكنتمنى كل شن حتى هو يلقى الطبقه ديالو. ودعيوا معايا حتى انا نلقى الطبقه ديالي، والى قصه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير، الى اللقاء.